طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية شكرا جزيلا شيء ومدير منصة السودان الوليد استضافة هذه الفعالية. وحقيقة نحن اللي قدام حيكون عندنا شغل مشترك كبير مع المنصة في مبادرات جاية. وأيضا بشكر الحضور المشاركين معنا دكتور نسيب الجاك، زي ما ذكر بروف علام يمكن أول ما اتصلنا بها في الموضوع ده من جالية مانشستر. وبشكر المشاركين أيضا الآخرين، دكتور وليد عمارة. أنا ما أعرف شيخ بابكر معانا ولا ما موجود، ما He will join us. أوكي. وبرضو أستاذ عبد السلام، سيد أحمد المحامي، والبروف محمد حسن المترجم. And last but not least, I'd like just to say a few words to thank Colin for his efforts until this meeting exists, because he has been calling me, texting and emailing me for a while until we can manage to have all this nice group together to discuss this important issue. Thank you so much, Colin, and your staff. أنا حقيقة حأدي نقاط بسيطة جدا، ما حتكلم عن التفاصيل الفنية ولا القانونية للموضوع، بخلي الكلام ده للخبراء، وما حضيف على ما ذكرته يا برب عبد السلام عن كيف بدأ الموضوع وكده. أنا حابب أدي رسائل بسيطة جدا. أول حاجة أبدأ بالشكر لسعادة السيد السفير محمد عبد الله إدريس، اللي هو تقاعد للمعاش يعني نهاية السنة، وهو حقيقة مهد لنا الطريق يعني في يعني جسر هو بين السفارة وبين الجالية يعني. وإن شاء الله هننطلق مع بعض في كثير من البرامج، نتمنى له معاش سعيد هو وأسرته الكريمة. وعايز أشكر برضو الجالية السودانية في المملكة المتحدة، يعني عندنا جالية كبيرة، جالية مميزة فيها عدد مهول من الخبرات، وكم رفع علام واحد منهم يعني في المجال الطبي والهندسي والقانوني يعني، وأذكر ما شئت يعني. فالكفاءات السودانية دي ده الرصيد بتاعنا اللي احنا عايزين نبني عليه في الفترة الجاية دي يعني. وفي الحتة دي بنترحم على كل ما فقدناه يعني في كوفيد 19 هنا يعني. عندنا أطباء كانوا في خط الدفاع الأول يعني في الحقل الطبي، وعدد من العلماء وعدد من المواطنين، كل شخص بينتمي للإنسانية فقدناه في الجائحة دي بنترحم عليهم. الجالية عندها مبادرات كبيرة يعني ومعروفة في مجال التعليم، في مجال رفع الوعي، وفي مجال الاهتمام باللغة، والاهتمام بدمج القادمين الجدد في المجتمع. ودي كلها نحن مبادرات السفارة بنأمن عليها وبندعمها يعني. ونحن يمكن اشتغلنا معهم في كثير من المبادرات كانت جميلة جدا، ما عايز أسمي عشان أنسى جزء، ممكن دكتور علام بروف علام ملم بكل هذه التفاصيل، لكن استيل نحن حاسين إنه في عمل كبير ممكن يتعمل غير اللي يتعمل ده يعني. نحن عندنا ما عندنا إحصاء دقيق، لكن في ناس بيقول مثلا 50,000 عدد السودانيين في المملكة المتحدة. إذا أخذنا الرقم ده فشوف القوة دي يعني، كقوة شرائية، كقوة مجتمعية، كقوة لها تأثير في المجتمع البريطاني والسوداني. الناس كلهم اتحدوا، كلمتهم بقت واحدة، شوف التأثير بتاعهم حيكون قدر شنو يعني. كويس، ده هنا في المملكة المتحدة وأيضا في السودان. كويس، ده المدير النقطة إيه؟ يعني إذا سألنا نفسنا سؤال، ليه الناس دي ممكن تلجأ للفيك انشورنس مثلا؟ يعني أنا لما نزل السؤال ده ممكن بأخذ في راسي ثلاثة إجابات، يا إما الانشورنس دي أرخص، يا إما أسهل، يا إما الزول المشى للانشورنس دي ما عنده المعرفة إنه في خيارات تانية أفضل. ودي الحتة الحقيقة إن إحنا كسفارة عايزين نشتغل عليها، يعني شنو؟ to break this gap. يعني نشتغل على انه مع شركات الطيران، مع الشركات بتاعت الانشورنس كمباني، مع الشركة حتى المورجيج، مع البنوك، مع غيره، اللي عمل دي السودان كله الهاشتاج بتاع حول قروشك بالبنك. فنحن دارين كسفاره نشتغل مع كل هذه الجهات، فانه الكوميونتي بتاعتنا دي تحصل على خدمه افضل باسعار اقل بجوده عاليه. كويس، ان شاء الله المبادره دي حنقعد ونضعها ونضع خطوط العريضه على سنه ترى النور في الأيام القليلة القادمة، والناس ممكن تناقشها وتضيف عليها عشان وده. لكن ما بتم يا جماعة إلا إذا كنا كلنا يد واحدة يعني. الجاليات يعني حبذر والناس نأبيع عن السياسة، كل زول عنده أراءه السياسية وعنده أحزاب وكذا، الجاليات نخليها للعمل الخدمي عشان تلم كل الناس، نوحد الكلمة ونوحد الصفوف
ونعمل عمل كبير، يعني ممكن نعمل مبادرات كبيره جدا. يعني ناس اليوكي ممكن يكون عندهم مدن سكنيه في الخرطوم او في اي مدينه من مدن السودان، ممكن يكون عندهم مشاريع كبيره هنا في اليوكي، في السودان، في غيرها. اذا احنا قدرنا نعمل مبادرات كبيره ونشتغل مع بعض. السفاره طبعا شغلها الروتيني ده، اصلا السفاره هي بتشتغله يعني بتدي جواز وتاشيره وكده، لكن ده ما الشغل الاساسي بتاع السفاره. يعني احنا عايزين الناس to think out of the box، يعني يجونا بمبادرات ورفع اللام موجود وكل الكفاءات بتاعتنا السودانية موجودة، كلنا مع بعض نشتغل عشان يعني نخلق مبادرات كبيرة جدا. يعني ما قصة انه زول سوداني عليه فيك انشورنس عشان يطلع له مثلا بقرشين ثلاثة، لكن نحن ممكن نعمل مشاريع كبيرة جدا جدا، وممكن نكون وسيلة بتاع الضغط للسيرفيس بروفايدر هنا في اليوكي، انه نحن كلنا كلمتنا واحدة شركة الطيران الفلانية، نحن حنديك خطاب من السفارة تدينا ريت اقل من بتاع السوق بسعر كده، ولا ناس غير ما بزتهم فيهم حد، ونعمل ده مع شركات التامين ومع غيره ومع غيره ومع غيره، بالتالي نكون يد واحده ونقدر نقدم ممتازه لمجتمعنا. انا مجددا بشكرك يا واصل انه برزنتيشن. طيب شكرا جزيلا يا سعادة السفير. بنحلم بفضاء أوسع، بنحلم بزمن أجمل، بلاد ميلاد، بلاد ميلاد. لا فيه هم لا هم فقط نسى